في حديث حصري لبين سبورتس نفى وزير الرياضة الجزائري محمد تهم الإشاعات التي تحدثت عن فوز الجزائر بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2017، وتحدث تهم كذلك عن حظوظ الملف المقدم من الجزائر. هذا وسيتم الكشف عن البلد المنظم يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتوجه الوزير الجزائري إلى القاهرة يوم الاثنين لحضور الإعلان الرسمي. كل هذه الإشاعات خاطئة، وأولا ما تخدمش مصالح كرة القدم الإفريقية، ما تخدمش مصالح الجزائر، لأن هو انتخاب القرار سيؤخذ يوم 8 أفريل حسب القوانين تاع الاتحاد الإفريقي. لابد نحترم هذا الانتخاب، يمكن كاين فيه اتصالات ولكن لابد تكون في إطار القانون. احنا الملف موجود على مستوى الاتحاد الإفريقي، وإن شاء الله يوم يمكن 7 أو 8 أفريل يمكن يكون تدخل باش نأكد على الملف تاع الجزائر ودعم الدولة للاتحادية الجزائرية في حالة احتضان كأس إفريقيا. ولكن القرار قرار سيادي لأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحادية اللي لابد نحترمها، لأن هذه المؤسسات اللي تسير الرياضة على المستوى الإفريقي.